مواكبة للتعافي التدريجي الذي شهده العالم من جائحة وباء كورونا في عام 2021 وبدعم سخي من المحسنين بدولة قطر، ساهمت المنظمات الخيرية القطرية في جهود المجتمع المحلي والدولي في تعزيز جهود التنمية وتخفيف المعاناة عن الفئات المحتاجة في الدولة وحول العالم. وبدورها وصلت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في تنمية ودعم وتشجيع الأعمال الخيرية وحمايتها والإشراف عليها بحسب القانون. ففي جانب العمليات التشغيلية قامت الهيئة بإصدار أكثر من 2000 تصريحاً لجمع التبرعات وتنفيذ المشاريع، وقرابة 3000 تصريحاً لوسائل جمع تبرعات والفعاليات الخيرية، والموافقة على أكثر من 2000 تحويل مالي وعيني، وتنفيذ أكثر من 3000 عملية تفتيش ميداني و28 عملية تحليل وتدقيق مالي. وتمت الرقابة على ما يقرب من 500 طلب توظيف، كما تم اعتماد مكتبان خارجيان جدد و33 جهة شريكة جديدة. وفي عام 2021 كذلك أنجزت الهيئة المراجعة المحلية لقطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وتقييماً لمخاطر التمويل غير المشروع الخاص بالمكاتب الخارجية للمنظمات بناءً على معايير مجموعة العمل المالي فاتف. وواصلت الهيئة تحديث سجل المنظمات غير الهادفة للربح والتي قارب عددها 300 منظمة. وعقدت الهيئة 14 اجتماعاً تنسيقياً مع الجهات الوطنية لتفعيل الاتفاقيات المبرمة معهم، و67 اجتماعاً للتنسيق ودعم للمنظمات بهدف التنسيق وتقديم الدعم المعزز. كما نفذت الهيئة مشروع قياس الرضا الوظيفي لعام 2021 لموظفي الهيئة. وبحسب إحصائيات عام 2021 ساهمت الجمعيات والمؤسسات الخيرية بتنفيذ مشاريع مساعدات داخلية وخارجية بقيمة زادت عن 1.5 مليار ريال قطري، حيث بلغت حصة المساعدات الخيرية الداخلية أكثر من 300 مليون ريال، بينما بلغت حصة المساعدات الخيرية الخارجية أكثر من 1 مليار ريال، بالإضافة إلى قرابة 4 ملايين ريال من المساعدات العينية. وفي مجال بناء القدرات المؤسسية، واصلت الهيئة تنفيذ برنامجها السنوي المميز تمكين 2021، حيث تم تنفيذ 93 دورة تدريبية بمجموع زاد عن 1000 ساعة تدريبية، وبحضور زاد عن 1000 مشارك ومشاركة من موظفي الهيئة وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح بالدولة. وفي عام 2021 عززت الهيئة من حضورها الإعلامي، حيث أنتجت 21 فيديو بين تعريفي وتوعوي، وبلغ عدد المتابعون على منصات التواصل الاجتماعي قرابة 20,000 متابع. وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تم إدخال ونشر محتوى تعريفي وتثقيفي بالعمل الخيري والإنساني عبر المناهج الدراسية. أما في سياق التعاون الدولي، فتعمل الهيئة على تطوير دورها الرقابي من خلال دعم وتقوية علاقاتها مع الجهات الدولية النظيرة لها والمنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز مكانة دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي. وفي هذا الإطار، في عام 2021 شاركت الهيئة في الندوة الدولية حول الحماية القانونية لأفراد الطواقم الطبية في زمن النزاعات المسلحة. كما شاركت الهيئة في فعاليات النسخة 12 للمنتدى رفيع المستوى للمديرية العامة للتعاون من أجل التنمية الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وشاركت الهيئة في ندوة بعنوان التمويل الاجتماعي الإسلامي كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظمتها الأمم المتحدة بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية. كما عقدت الهيئة الملتقى الحواري للشراكات الدولية مع وكالات الأمم المتحدة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وشارك وفد من الهيئة في فعاليات معرض ومؤتمر 8X 2021 في بلجيكا، والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم. يحضره أكثر من 2000 ممثل عن مجتمع المعونة الإنسانية والتنمية. ونظمت الهيئة مؤتمر القانون الدولي الإنساني، وعقدت الهيئة سلسلة من اجتماعات التنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة لها على غرار المفوضية الأسترالية المعنية بالجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية ووزارة الخزانة الأمريكية ووزارة التنمية الاجتماعية الأردنية. كما اجتمعت الهيئة مع منظمات أممية ودولية عديدة لاستشراف سبل التعاون على المستوى الدولي على غرار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالة الأونروا واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وبهدف تطوير آليات الإشراف والرقابة على المنظمات، عقدت الهيئة اجتماعات مع مجموعة جرين إيكر وتحالف المنظمات غير الربحية العالمي بشأن مجموعة العمل المالي لبحث سبل التعاون وتطوير منهجية تقييم مخاطر القطاع بالدولة. وفي جهود الهيئة في عملية التحديث والتطوير المستمر لعمل الهيئة والقطاع، وانطلاقا من الخطة الاستراتيجية للهيئة لعام 2022، واصلت الفرق الفنية بالهيئة العمل على المشاريع الاستراتيجية التالية والمتوقع الانتهاء منها خلال عام 2022: مشروع تحديد سياسات وإجراءات عمل إدارات الهيئة، مشروع تطوير استراتيجية قطاع العمل الخيري والإنساني بالدولة، مشروع تطوير نظام بوابة العمل الخيري الإلكترونية، مشروع مبادرة تنسيق المساعدات الخيرية الداخلية. بالإضافة إلى عدد كبير من المشاريع والمبادرات والفعاليات التطويرية المختلفة والتي تهدف إلى تطوير وتحسين العمل على مستوى الهيئة والقطاع على حد سواء.